طبعا كل يوم ثلاثة اسمع مني مع الدكتور ديالا عيتاني، أخصائية بعلم النفس العيادي وأستاذي جامعية. هالأسبوعين لظروف خاصة عم تكون معنا دكتور ديالا عبر زوم. دكتور ديالا صباح الخير. صباح النور. يعطيك ألف عافية. طبعا نحن يعني رح نسمح لك هالكم اسبوع، بعرف انت بفاكيشن وهي تعباني وكذا، ولا ترتاحي كل السنه شغل، بس ما تغيبي عنا هالقد. يعني اكيد انا اشتقت لكم جهود، يعني حضورك هون هيك ايجابي. اليوم موضوعنا ازمه ربيع العمر، هو بالفعل يعني كتار والاغلب بيمرق فيها، شو اسبابها شو تحدياتها؟ رح نحكي مع دكتور ديالا عن هالموضوع. خلينا بالاول نقول شو هي أزمة ربيع العمر وبأي عمر؟ فعادة نسمع بأزمة منتصف العمر هي المعرفة أكثر شيء، لكن فعليا نحن بنمرق كتير بأزمات. وإذا نرجع نحكي مرة عن موضوع أريكسون وديفلوبمنتال سايكولوجي، كتير بيحكي أنه بكتير مراحل محيطنا بنمرق بأزمات نطلع منهم قوية إذا بنعرف نتخطيهم. أزمة ربيع العمر أو كوتر لايف كرايسيس هي تقريبا بين 26 وال 34 سنة، وخاصة هلأ لاحظت الدراسات أنه من 2001 خاصة صارت كتير أشخاص يمرقوا فيها، أكثر من 70% من الشباب عم يمرقوا بهالمرحلة الصعبة. مرحلة صعبة لأنه فيها قلق، فيها توتر، فيها ضياع، فيها وحدة، فيها هيك إعادة حسابات كلها بتأثر على نفسية الأشخاص، ما قلت أدي لكتير اضطرابات. طب شو اللي بحرك الإنسان يعني بهالمرحلة هذه وبهالأزمة؟ شو اللي بيتحرك فيه؟ يعني بس نقول أزمة ربيع العمر يعني 24 نحكي بين 26 34 يعني بيكون عم بيأسس مستقبل، عم بيأسس بزنس، عم بيأسس عائلة. يعني هل هيدي هي الأزمة خوفة من التقدم بالعمر وخسارة الوقت، ولا كيف؟ تعرف المشكلة أنه المجتمع والأهل كتير بيأثروا على الشباب، فبيصير في ضغوطات كتيرة من الناحية الدراسة. مثلا بيكونوا خلصوا جامعة بيصيروا يا ترى أنا نقيت الاختصاص المناسب إلي، هل اللي درسته ما عم بقدر طبقه أو هدا عن جد بحبه، ما هيك توقعت يمكن يكون العمل. بيوصلوا خاصة بتوقعات عالية أنه أنا اللي درست كتير وصار لي فترة عم بحاول أسس، وصلت أنه العمل ما كان مثل توقعاتي. يمكن بعد الأزمة الاقتصادية، بعد أزمة كورونا، صار في كتير مجالات عمل بطلت كتير موجودة، أو صار في كتير يعني مجالات الشخص ما قادر يبرع فيها كتير، بيصير في حتى بطء شوي بالتطور، بحس حاله الشاب أنه طب أنا كل اللي درسته أو كل اللي حابب أوصل له وكأنه في كتير تأخير. هذا من ناحية الدراسة. كمان من ناحية العمل ببلش شوي التوتر والقلق أنه بضل مثلا بهالعمل أو بغير، طب أنا مرتاح يمكن، ولكن يمكن ما بيأمن لي مستقبل كامل إذا كفيت بهالعمل، هل ببقى بالبلد ولا بهاجر. المشكلة بيصير كمان أنه بيصير في مقارنة كتير، يعني يلي بعمري يمكن نجح أكتر، يلي بعمري بلش يأسس أكتر، يمكن هل أنا مزبوط مأخر على وقتي، شو لازم أعمل، هل في دايما أخذ مثلا مصروفي من أهلي، أو خلص صرت أنا شاب بعمر لازم أتكل على حالي أكتر، لازم أطور حالي، أعرف وين بدي أوصل، صار لازم أشتري بيت، لازم أشتري سيارة، لازم أتعرف على حدا، يمكن المفروض تكون بعلاقة جدية. فهون الأفكار كلها بتبلش الأوفرثينكينج، بتأثر على الشاب والصبية بطريقة سلبية، لأنه بيصيروا بيأثروا كتير على ثقتهم بحالهم. طيب. يعني وكأنه الأهل والمجتمع زيد ضغوطاتهم وتوقعاتهم. شو الأهل شو بيضغطوا الأهل؟ يعني بأي طريقة المجتمع والأهل شو بيضغطوا على هالشباب؟ يعني خلينا نحكي الأمور مثل ما هي حتى يعرفوا بالبيوت، يمكن يكونوا مفكرين حالهم ما عم بيضغطوا. شو التحركات او الالفاظ يلي بيوجهوها للشباب؟ قدين نسمع الاهل بيقولوا انا بعمرك كنت، وكانه عم هن الشباب والاهل نفس المرحله ونفس الزمن ونفس الصعوبات، ولكن فعليا كثير في حاليا ازمات وصعوبات وتوقعات عاليه اكثر. كتير نسمع أنه أنا بعمرك تجوزت وكان عندي أولاد، أنا بعمرك كنت عم أسس عائلة، أنا كنت بلشت بشركتي بهالعمر، بعدك أنت ضايع، بعدك ما عم تعرف تاخد قرار، بعدك قاعد عنا بالبيت. فهول الأمور اللي المقارنة كتير من الأهل، بدل ما يركزوا على النقاط القوة عند الشاب والصبية بيكونوا عم بيقارنوهم يا أما بحالهم
أو بأصدقاء شفت هيدا ابنه الذي تخرج، أنت بعدك عم تشوف إذا هيدا يعني هذا الدومين حبيته ولا بدك تغيره، بيرجعوا بيقولوا له طب انت بعدك هون ما عم تعرف تقدم، غيرك قدر وصل اكثر، ليش بعدك ما عم تقدر تحكي مع مديرك لحتى يمكن يعني يعطيك بونس او يخليك تتطور اكثر، اذا بتكفي هيك ما رح توصل. توقعات للطبيعي كمان انه يمكن بعمرك تجوزنا وصار عنا اولاد وانت بعدك أيوة. باول الثلاثينات ما لقيت حدا، بكره اذا بتكفي هيك بتضلك لحالك، بصير فيها القلق الزائد وكانه هن مأخرين. هل المجتمع كمان له حق يتدخل؟ بيتدخل المجتمع؟ بيصير في يمكن العالم لا شعوريا انه يلا شو بعدك ناطر مثلا، او بعدك بهذه الشركه نفسها او مرتاح، او شو بعد في مثلا بهالبلد ما اللي بعدك ما تركت ويمكن في مجالات اكثر برا. فهول الاشياء اللي بيسمعهم الشخص ان كان بالمجتمع او هو حتى بقارن حاله انه انا اللي بعمري يمكن قدر يجيب بيت، انا بعد انا اللي بعمري عنده علاقات، او بيصير في ضغط انه انا حاسس بوحدي اكثر لانه اصدقاء هاجروا، صار انا شو بدي اعمل بهالعمر، كيف بدي ارجع فتش على رفقه جديده، كيف بدي ارجع ابني من جديد، وكانه هلا في فتره ضياع، فتره انتقاليه، ولكن مع ضغوط المجتمع والأهل وهو الشخص ببلش تتحول لأزمة. هيك بقلق نعم. بتحول لأزمة. دكتور شو الإشارات والعوارض والأعراض اللي ممكن تبين على شخص ويعرف حاله أو اللي حواليه يعرفوا أنه هيدا الشخص عم بيمرق بهالأزمة؟ منحس أول شيء عم بيرجع شخص يفكر كتير، يعني بلش الأوفرثينكينج، بيفوت كتير بمجالات هيك الورست كيس سيناريو، طب أنا إذا كفيت هيك شو بده يصير فيي بعدين، يعني بيعمل بروجكشن للمستقبل وكأنه خلص إذا هلأ ما قدر حل الأمور وكأنه بيبقى كل حياته ضايع، فإذا في تعميم للأمور السلبية. بنفس الوقت في كتير كلمة لازم عالية بتكون بضل يكررها لحاله، وبالتالي حتى شوهات الفكرية عم بتأثر سلبا عليه، لازم يكون بهالعمر حققت، لازم أعرف حالي شو بدي، لازم يكون عندي هالرفقة اللي بدي كفوا معي، لازم ابقى مع هالشريك حتى يمكن لو انا ما كتير مقتنع، ولكن خلص انا صار بعمر لازم ارتبط جديا. فهل لازم بتكون كتير قوية. بعض الاشخاص بيتوتروا زيادة لدرجة انه معقول يبلشوا نوع من البانيك اتاك او نوبات الهلع، بتحسن فجأة كتير اثرت عليهم، اثرت على يمكن طريقة التنفس، طريقة الحركة، تشنجات اكتر، صار في ستريس. بس برأيك انه لازم الانسان يمرق بهالازمة؟ يعني كأنه تحمل للمسؤولية. ولكن المشكلة حسب كيف منشوفها، يعني يلي شايفها كأنه مرحلة ضياع وفقدان ثقة ومقارنة مع الآخرين وتأثير سلبا عليه، بيؤدي لاكتئاب، لأنه بيصير في كثرة إعادة التفكير بالماضي إذا هن إذا هو أخذ قرارات صحيحة أو لا. بيصير في خوف من المستقبل وكأنه هلأ خلص أنا ما بقى في وقت أرجع أتعرف على حدا جديد، ما بقى في وقت أعمل رفقة جديدة، هلأ ما بقى في وقت أرجع أغير مجال دراستي كله إذا أنا ما حابب. وبنفس الوقت بيصير في كتير شك بالنفس، لأنه نحن مع الأسف ما تعلمنا على صغر أنه نركز على نقاط قوتنا، نعرف حالنا أكثر، يكون في وعي بحياتنا عن حالنا وشخصيتنا والأمور اللي بتشبهنا، بيصير في مقارنة كتير عالية، وبالتالي كمان حتى الدماغ بيصير بين التفكير كتير بالمستقبل يعني بيؤدي لقلق، وكتير إعادة التفكير بالماضي أو النوستالجيا أو فكرة أنه هلأ ما بقى فيه يكون أنا متكل كتير على أهلي، بالعكس أنا صرت يمكن لازم أكون مسؤول، لازم أكون عندي كل هالحس بالمسؤولية، لازم أعرف شو بدي، وبالتالي هل بيؤدي لاضطرابات كتير مثل الاكتئاب والقلق. هل البنات والشباب يصابوا بهالأزمة بالتساوي، أو الشباب أكتر لأنه بمجتمعاتنا الشرقية بلكي بيحملوا المسؤولية للشاب أكتر ليكون رب العيلة، مع أنه هلأ النساء كلها بتشتغل وبتتحمل المسؤولية كمان، مع احترامي لألكم طبعا. بمجتمعاتنا بيحملوا المسؤولية للشاب من ناحية الفاينانسز، يعني هو المفروض يكون متكل على حاله اقتصاديا، المفروض يكون شغله بيأمن له بيخول له أنه يقدر يعني يفتح بيت يكون مسؤول عن عائلة، ولكن في كتير ضغوطات على البنت أنه خلص مثلا لازم تتزوج، لازم بهالعمر خاصة الأم وقت تبلش ترتب بأول الثلاثينات، أنا بعمري كان عندي تاني ولد، وكأنه في وقت عم بيمرق، صار في مقارنة مع الآخرين. فهالفكرة أنه في ضغوطات من الأهل
والمجتمع على اثنين، على الشاب وعلى البنت، ولكن كل واحد بمجال مختلف عنه. هل تصيب الكل بدون استثناء أو نسبة عالية؟ يعني قلتي من شوي لحد 70% ممكن و30% هودي اللي معت لانينهم، شو وضعهم بيكونوا؟ هلا نحن كلنا عادة بكل مرحلة بحياتنا بنمرق بتقييم معين، هل نحن مبسوطين بحياتنا؟ هل عم نعمل شيء صح؟ ولكن لأي مدى بتأثر؟ يعني في أشخاص بيمرقوا هيك مرحلة بتكون بسيطة كم شهر، بيرجعوا عارفين حالهم شو بدهم، بيركزوا وبياخذوا الأمور شوي ببطء أكثر، إنه ما في شيء ورانا، ما ضروري يكون هالقد الستريس ضاغط علينا، لأنه كثرة الستريس ما بيخلينا نفكر به طريقة صحيحة. ولكن في أشخاص بيعلقوا شوي بدوامة ومعقول تطول قصة أزمة ربيع العمر أكثر من سنتين تقريبا، هون صارت أزمة لأنه أثرت على عدة مجالات بالحياة، يعني أثرت على عمله، شخص بطل مركز، ما بقى في شغف للأمور اللي عم بيقدر يشتغلها، أثرت على علاقاته. أنا عندي أربع أسئلة بدي أجوبة سريعة لأنه خلص وقتي. هل الحالة المادية والتقدم يعني بالسن، يعني من فوق 30 وكذا، هل هي كمان بتأثر سلبا؟ الحالة المادية المتدنية أكيد بتأثر، خاصة إذا الشخص حس إنه ما عنده سند، أو أهله محسسين له إنه ما بقى قادرين يساعدوه ويدعموه. في كثير أهل ما قادرين يدعموا، خاصة بهالظروف كانوا قادرين وبطلوا قادرين لأنه سرقون. صحيح. نعم. كيف بتأثر هالفترة على الحياة ككل؟ يعني ما هون بدنا نحكي على الحياة العملية والاجتماعية، العلاقات الغرامية والشخصية. صحيح. من ناحية الأمرار يمكن واحد يبقى بمجال ما كتير حابه لأنه حس حاله كبر أنه يرجع يعيد مجال معين، أو مثل عايش بصراع، هل أنا بغير شغلي ولا هو أعطيني نوع من الأمان، وبالتالي كمان بيصير في قلة تركيز وقلة شغف بالعمل. من الناحية الغرامية يمكن الشخص يتوتر أو يلجأ لعلاقة منه كتير مقتنع فيها من الناحية العقلية، ويكون فيها بصير بيختار حدا سند كمان، يعني او انه خلص لازم اقرر بسرعه، او ما بيأثر حتى لو انا ما كنت مقتنع، لانه قبل مارق بهالعمر والضغط من المجتمع. من ناحيه العلاقات بحس الشخص حاله شوي كبير، انه طب انا هلا بدي ارجع اتعرف واعمل رفقه من جديد، لانه يمكن رفقاتي تركوا او تغيروا، بما انه كمان كل شخص بيتغير شوي الامور اللي بحبها اللي بتعني له الهوبيز، فكمان بحس حاله شوي انه هل بدي ارجع انا اعرف حالي اكثر. هون الجواب بدنا ناخد وقتنا لحتى نرجع نعرف حالنا أكثر، وإلا بده يأثر كثرة التفكير والستريس علينا يوميا. قدي بتأثر الثقة بالنفس غيابها على هالموضوع، وقديش حضور الثقة بالنفس ممكن تخلينا نتخطى موضوع أزمة ربيع العمر؟ بدي أقبل أنه مرحلة صعبة، وأكيد الثقة حتتأثر، ولكن لأي درجة بدها تتأثر؟ هل أنا عم بحكي سلبا كل الوقت مع حالي؟ هل في مقارنة كبيرة مع الآخرين؟ لكن أنا حطيتها على حالي أو المجتمع والعائلة؟ هل أنا دايما حاسس بحسرة وعلقان بالماضي إنه قبل كان أهلاً وهلأ الأمور بتصير أصعب وأنا ما بقدر؟ هل تفكير والحديث السلبي مع حالي بيأثر على الثقة بالنفس، واللي هو بيأثر كمان على بيكتر الأزمة وبيكتر دوام الأزمة؟ تشبه أزمة منتصف العمر أو بعيدة عنا كليا، غير إحساس، غير عوارض، غير شيء؟ أزمة منتصف العمر برجع بشك بالأمور اللي أنا فكرت فيها وأخذتها بأزمة ربيع العمر، وبرجع أنه طب هل عملت شيء صحيح، بينما أزمة ربيع العمر بحس حالي ما عم بعرف أخذ القرارات، في كتير تردد، في كتير توتر. بأزمة منتصف العمر في أكثر نوع. أي متى بتخلص أزمة ربيع العمر؟ يعني بس بلش شوي أزمة بعدين منتصف العمر، خلينا نقول تقريبا على 34 بيكون هيك واحد راق شوي نضج. شو لازم نوضع خطة وحلول بشكل كتير سريع؟ أول شيء بدي أرجع أخذ قرار أنه بدي أعرف حالي أكثر، يعني شو الأمور اللي أنا بحبها، شو الأشياء اللي فيني كفي فيها، شو نمط الحياة اللي بقدر أعيشه. أول نقطة. تاني شيء بدي وقف مقارنة، ما في أقارن حالي بأصدقائي ولا بعائلتي ولا بأهلي، كل شخص عنده مسير حياة مختلف عن الآخر. ثالث شيء بدي ركز على معرفة ذاتي، نقاط قوتي، الأمور اللي أنا عم بمرق فيها، بدي يمكن يكون عندي نوع من الوعي الذاتي، بدي أعرف هي مرحلة صعبة طبيعية، ولكن قديه بدي
خليها تأثر علي. يعني يمكن بدي ألجأ لكارير كوتش، بدي ألجأ لمعالج نفسي، بدي أرجع حدا يساعدني لحتى ما أوقع بكثرة التفكير، ما أوقع بقلة ثقة بنفسي، بضياع، بستريس عالي اللي هو بيأثر على حياتي. شكرا لك دكتور، شوفك الثلاثة الجاي بالستوديو إن شاء الله إذا الله بريد.